مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم فتة الحمص. فتة كتير كتير سهلة وبسيطة وطيبة بنفس الوقت. فتة بتتحضر بوقت كتير بسيط. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا كوبين لبن، زبادي، كوب حمص مسلوق، 3 معالق طعام طحيني، حبتين ثوم نعمتهم بهذا الشكل، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، نص ملعقة صغيرة ملح، و3 معالق طعام عصير الحامض. بحط الملح والكمون وعصير الحامض، كمان الثوم والطحينة كلهم بنحطهم مع اللبن. خلطهم منيح. بحطهم على جنب. قليت خبز وممكن اتحمصوا الخبز بالساب بالتوستر. بحطهم بالصحن. اترك شوي من الخبزات لزين فيهم. بحط شوي من مية الحمص، كمان بحط الحمصة، بنحط اللبن، تطلع الفتة طيبة لازم تكتروا خليط اللبن. عنا هون بالمقلة 2 معالق صغار سمنة وصنوبر، بقليهم لياخدوا لون بني فاتح. خلصنا تقلية صنوبر، طفينا الغاز. هلا بدي زين الفتة. عشان حطيت الخبز تحت بدي احط زينة شوي خبز هيك زين شي بسيط. الفتة حاولوا تاكلوها هي والخبز بعده مقرمش افضل. بزين شوي بالبقدونس، البقدونس بيعطيك شكل كتير رائع وحلو. هلا بحط السمنة على الوش والصنوبر. بحط الصنوبر ونحط السمنة. هيدي الفتة اللي عملتها أنا وياكم، كتير بسيطة وطيبة ورائعة. بتمنى التعليق على الفيديو وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي أحبابي.